مع محمد السباحي. غادي نتكلموا في هذه الحلقة الإخوان عن الحرب الكبيرة التي أعلنتها فرنسا على المغرب. نعم، من البارح تقريبا في العشية وحدود اليوم الإعلام الفرنسي يخرج بمهاول الهدم، معاول الهدم لضرب صورة المغرب وضرب صورة الملكية في المغرب. وراه يعني خرجوا من الروندة ديالهم، وأخيرا يعني عند الحزة بحال هكذا كتعرف الصديق من العدو. غادي نتكلموا على هذه الأمور، غادي نتكلموا كذلك حول يعني من بعد الإذاعة الجزائرية، تلفزيون الجزائري يصف ضحايا وشهداء الزلزال بالهالكين، وما أدراك ما هذا اللفظ. علاش المغرب ما بغاش يقبل المساعدات؟ علاش المغرب 60 دولة قالت لنا راني بنعاونكم وراني بنصيفط لكم فرق ديال الإنقاذ، وما بغاش المغرب أنه لحدود اللحظة إلا يقبل أربعة ديال الدول والطلبات ديالهم. المهم، حلقة فيها بزاف ديال الأمور، مجموعة من النداءات ديال مجموعة من الساكنة غادي نسردها لكم في هذه الحلقة، كذلك بعض المبادرات التي سنصفق لها كذلك في هذه الحلقة. تبعوا معنا من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددا، نبداو لكم ببعض النداءات التي توصلت بها القناة ديالنا حصرا. جمعية التنمية ورعاية المرأة والطفل بتيميشي قيادة إمغران إقليم ورزازات كترسل للناس نداء استغاثة، منكوبي الزلزال المدمر، ها هي النمرة ديال هذه الجمعية، كطلب منكم نداء استغاثة على وجه السرعة. الرقم ديالهم كما تشوفوا معنا 06 43 90 94 97، 06 13 93 93 23، اللي قادر يعاون بشي حاجة كاين شي قافلة يتواصل بهذا الرقم. كذلك توصلنا بنداء استغاثة على قناتنا من قبيلة تمرود جماعة تفراوتن قيادة تملوكت إقليم تارودان، توصلنا يعني من هذا يعني واحد المشاهد وفي للقناة ارسل لنا هذه الصور ومرفوقة كذلك بهذا النداء. السلام عليكم سي محمد السباعي، بخير كل شيء مزيان، الله يحفظك أخويا بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول سي محمد، بالنسبة للوفيات لا، ما كان حتى وفاة الحمد لله. وبالنسبة للسؤال الثاني، واش جا عندنا شي واحد؟ لا، لحد الآن ما جا عندنا حتى واحد، ما جا عندنا حد لا من السلطات المحلية ولا أي مسؤول. وبالنسبة للمطالب راك عارفة، ما تحتاج نقول لك أود سي محمد، هذا ما كان. والسلام عليكم. كنتمنى انكم تفاعلوا ايجابا مع هذا يعني هذا المشاهد للرقم ديالو، غادي نعطي لكم دابا الرقم ديالو، هو هذا 06 66 34 38 75. رجاء يعني اللي بغى يعاون يتواصل مع المحتاجين نيشان ديريكت، يعني مادام عطيناكم الارقام ديالهم فتواصلوا معهم. كذلك اليوم في العشيه ان شاء الله راه غادي نديروا واحد المباشر، وغادي نديروا هذه الايام كلها واحد المباشر ابتداء من 10 ديال الليل. مجموعه من الناس كيحاولوا يتواصلوا معنا، اما بغاو يقدموا المساعده او الناس بغاو المساعده. المهم راه غادي نديروا لكم واحد الرقم باش نلاقيوكم، يعني نلاقيكم حنا يعني اشتغلنا خارج الاستوديو البارح، يعني واحد النسبه مهمه ديال العمل ديالنا كانت البارح خارج الاستوديو، ولكن اليوم اختارينا اننا نبقاو في الاستوديو لكثره النداءات اللي كتوصلنا. الرقم ديالنا اللي غادي يكون يتلقى سواء الناس اللي بغات تساهم او الناس اللي بغات المساعده، وحنا من بعد غادي نلاقيكم. الرقم ديالنا هو 06 14 64 49 47. ابتداء من 10 غادي نتواصلوا بالنداءات ديالكم وبالهواتف يعني بالاتصالات ديالكم. الخوت رجاء، الناس اللي عندهم القوافل، الناس اللي عندهم المساعدات، راه كاينين 4 ديال الاقاليم ضربهم الزلزال بشكل كبير، اللي هو اقليم الحوز، وفي الاعلام كنسمعوا زلزال الحوز، في حين كذلك راه تارودات متضرره الجبال ديالها بكثره، والحمد لله ولات كتوصلها القوافل كتوصل دابا بزاف الى الحوز والى تارودانت، ولكن راه كاين جوج ديال الاقاليم تقريبا راه ما توصلوا بوالو، راه ورزازات وشيشاوه،
ورزازات الخوت وشيشاوة. لهذا الناس ما تساعدوش فقط غير بالمواد الغذائية، قلبوا حتى على الترونسبور، جمعوا شوية الفلوس وسيروا كريو شي كونتونير ولا شي كاميو وباش يديو هاد المساعدات. يعني راه الناس كيتواصلوا معنا من مناطق بعيدة كيقول لك اودي حنا راه عاون مساعدات عندنا ولكن عندنا مشكل في الترونسبور. كذلك واحد الحاجة، الناس اللي كاينين في أكادير، في أكادير أكرر وأعيد، في أكادير كنتمنى أنني يتواصل معايا شي واحد ويقول لي راني ساعد، سيروا للسبيطار أو المستشفى ديال الحسن الثاني. كاينين مجموعة من الحالات جات من الجبال، مرسل من الظهر ديالهم، مرسل من يديهم، مرسل من رجليهم، بغاو الدواء. كاينة أدوية كتعطى لهم السبيطار وكاينة أدوية كتقول لهم سيروا جيبوها. كاين اللي مسكين ما معاه حتى شي واحد بوحدو جا، شكون اللي غادي يجيب ليه الدواء؟ ما عنده ريال في جيبو. إذا الله يرحم لكم الوالدين، الناس ديال أكادير والنواحي سيروا زوروا الناس في المستشفيات. في المستشفى تما راه كاين بزاف ديال الحالات بغات غير الدواء، بغات غير الدواء، اما تجيبوا لهم الدواء اما عطاو عطاو الممرضين اللي كتلقاو فيهم ثقه انهم يجيبوا الدواء هاد الناس. اذا نبداو في بعض المواضيع ديالنا ديال هاد الحلقه، ونبداو لكم اسيدي بجامعه واحد المجله سميتها دي ساندان تايمز، لحت لنا سيدي بان بيل ماغواير اللي هو استاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخيه في واحد الجامعه في لندن، قال لهم بان الزلزال اللي ضرب المغرب يعادل 30 قنبله ذريه ديك اللي ضربت في هيروشيما. باش تعرفوا قوه الزلزال، قوه كبيره جدا. كذلك عندنا بعض المبادرات اللي خصنا نصفقوا ليها ونشجعوها، من المبادرات اللي كاينه من بعض التاكسيات في مدينه الرباط، كيقولوا التاكسيات ديال الاجره، كيقول لك نقل المتبرعين مجانا، اللي بغى يمشي يتبرع بالدم في السونتر ديال التبرع بالدم كيقول لك مجانا، راه حنا كان يعني كان غادي نوصلوه. اضافه كذلك اليوم نصفق على هذه البادره بعض التاكسيات في مراكش، التاكسيات ديال مراكش راهما كيهزوا الناس الى المناطق المتضرره فابور مجانا. اذا نخلي لكم مع واحد الفيديو من واحد السائق صيفط لنا هذا الفيديو ديالو اللي هو الاستاذ سي خالد، شكرا جزيلا على هذه البادره. نخلي لكم واحد المقطع من الفيديو من اجل تشجيع الاخرين يديروا بحاله. اذا نسمعوا الجميع. السلام عليكم، تحيه جميع الاخوان، صباحكم نور، بدايه العام الموفقه جميع الاخوان، ان شاء الله الرحمن الرحيم كما هو معهود فيكم الاخوان، نتمنى لكم الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما غاديش نخرجوا على الجماعة ان شاء الله الرحمن الرحيم، بين جميع الاخوان السعيد الميادين يتضمنوا هاد الفياجات ان شاء الله الرحمن الرحيم في سبيل الله وفي سبيل هاد الناس اللي هما متضررين في هاد المناطق النائيه. وبالنسبه للمناطق النائيه اللي حددناهم كميادين من المحطه ديال سيدي مامول، عندنا املي الامر زمني استحناو الملغيه، يعني اسني املي امر زمني ولا ابراهيم، هاد ربعة المناطق هادو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرو الاخوان اللي بغى يدير هاد الفياج هذا يشد الورقة عند السبع الصمادي، يدير الورقة يعلقها كيف ما هو غادي يوريكم، وغادي ان شاء الله يديرو هاد الفياج في سبيل الله تعالى، ومن ثم الا كان جاي عمر يتخلص ماشي مشكل، يعني هاد الفياج في سبيل الله يعني. والاخوان اللي معنا ان شاء الله هو الفياج هو درنا حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا بزاف على هاد التمغربيت ديال يعني ديال المغاربة، شوف المغاربة حتى مغربيت، كاينة واحد الحاجة ما كايناش في شي بلاصة أخرى في العالم اللي هي حتى مغربيت، أقولها وأكررها، ثقافة، رزانة، تعاون، تضامن بيناتنا، راه الحمد لله بينتوا على أنكم يعني بينتوا أنكم ولاد الناس وبنات الناس. شكرا جزيلا لكم، المساعدات الحمد لله، الغداء موجود، التغذية موجودة، الناس وفروا هذه الأمور، بغينا حملات أخرى خصوصا الناس اللي كاين في الخارج في الجالية المغربية، بغيناكم تقداو الخيام تم، ديروا مبادرات الخيام ثم الخيام ثم الخيام ثم الخيام، وكذلك الأغطية، ديروا مبادرات وصيفتوها إلى المغرب، بغينا أسبوع 15 يوم توصلنا الآلاف ديال الخيام، واخا تكون خيمة ديك الصغيورة، ديك الخيمة الصغيورة، الناس دابا دوزتوا الصيف، كملتوا الصيف، كاين اللي باقا حاصلة عنده بحال هاد الخيمة، تا هي رسلها، صيفتها، راه كاين الناس محتاجينها. للإشارة راه الخميس الجاي حسب الأرصاد الجوية المناطق اللي تضرات في الزلزال غتكون فيها الشتاء، هادي نداء، راه غتكون الشتاء، ستصعب من مهام الإنقاذ والوصول إلى الضحايا، أصلا الجغرافيا لا تساعد والطرقان مسدودين، وملي غتجي الشتاء يعني
غتزيد صعب. لهذا باشروا بالأغطية والخيام في أقرب وقت. وصلنا واحد التحذير بعد ما نشرنا واحد تهضرنا على الطاكسيات ديال إنسكان وكذلك أكادير. الإخوة في المكتب الإقليمي إنسكان أيت ملول للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام يحذر تجار الأزمات من أي زيادة غير قانونية، وخاصة وسائل النقل من سيارات الأجرة وحافلة النقل المسافرين المتجهة صوب المناطق المنكوبة. بعدما توصلت الهيئة بعدة شكايات تصب في هذا الموضوع، ولهذا يدعو المكتب الإقليمي للهيئة للمواطنين لليقظة والتبليغ عن أي استغلال وابتزاز من أي كان، وإخبار السلطات بذلك وإخبار المكتب الإقليمي بها على الأرقام التالية. هي الأرقام المهم ديال بوز قيد النوامر وكمل من بعد الفيديو. والناس اللي تعرضوا لابتزازات من سائقي الطاكسيات، اول باراج ديال الجندرم البوليس وقفوا وريكلاميو ليه باش نربيو هاد التجار ديال الازمات. التجار ديال الازمات ما كاينش فقط في افراد بساط، كاين حتى دول كبيره كتحاول تاجر من الازمات ديالنا. بعد يعني شوف استغربت انا بواحد الشكل كبير، فرنسا ليت البارح كامله الاعلام الفرنسي الراديوات التلفزيونات كيهجموا على المغرب بواحد الطريقه خايبه بزاف ما كتصورش الاخوان. واحد الطريقه يعني راه وصلت بالمئات ديال الرسائل ديالكم ينتعضون من هذه التصرفات. اللي وقع اليوم هو ان فرنسا بينت على الوجه الحقيقي ديالها بان فرنسا خرجت من الروندا ديالها. 60 دوله عبرت عن استعدادها لايصال المساعدات الى المغرب وارسال الفرق ديال الانقاذ. كنشوفوا اليوم الدول كلها ساكته الا فرنسا كتقول لك واك واك، المغرب ما بغاش يقبل، المغرب يرفض، محمد السادس يصيفط الناس ديالو الى التهلكه، كذا كذا كذا. الليل كامل البارح والاعلام الفرنسي يتكلم. اشهد يعني اشهد الحقد من فرنسا تجاه المغرب. واش ما كترضاوش ان واحد المستعمره سابقه ديالكم تقول لكم لا؟ ما قلناش لا لا لا، ما تقالش، ولكن هما فهموا انها تقالت لا. كتخرج يعني الاعلام، تصور معايا هاد السيده جالسه مع هاد السيده اللي هي كانت سائحه في المغرب وتواصلت معها، قالت لها بعد كل شيء الذي وقع ربما لن تسافرين مره اخرى الى المغرب، وصبراتها قالت لها غادي نسافر للمغرب وغادي نعاود نرجع للمغرب بعد ما شفت الحفاوه والاستقبال والحب والتضامن بين المغاربه، غادي نعاود نرجع مره اخرى بالمغرب. هاد حرب اقتصاديه تعلنها فرنسا على المغرب من اللي تضرب لك العصب ديال الحياه في مراكش اللي هي السياحه بهذه الطريقه، فهي تعلن الحرب على المغرب. وحرب على الاقتصاد هو حرب يعني اخطر من الحرب العسكريه. كذلك اليوم شوفوا ما فهمتش انا، مغربيه خدامه في قناه فرانس 24 وتصطف الى اعداء المغرب اللي هي نوارا دوار ولا دوار نوار ولا دنيا نوار ولا سميت شبابها. سمحوا لي الاخوان راه بعض المرات كنفعل، ولكن لا اله الا الله. تسمعوا شنو قالت خطابات الرنانه وشعارات الجوفاء اللي كتقول باننا ما محتاجينش التضامن وحنا مكفين راسنا، ماشي وقتها. دابا وقت التضامن، واي تضامن اي تآزر اي مساعده مرحب بها من اي شخص من اي مكان كان، سواء بيناتنا احنا المغاربه او من اي جهه خارجيه، لانه دول كبرى امريكا كندا دول اوروبيه ملي كتوقع فيها كوارث كيفتحوا ابواب المساعده باش تلقاوها بدون اي مشكله، بدون هاد النخوه الكذابه والشعارات الزائفه. اذا انا كنقول لهاد الناس هادو من نوعيه حنا ما محتاجينش التضامن، يا اما عندك باش تساعد ولا تقول كلمه ديال الخير ولا تعمل شي عمليه باش تساعد هاد الناس اللي ميتين ولا اللي تحت الانقاض واللي ما لاقيش. بصفتك مؤثره صحفيه معروفه في فرنسا، شناك مشيتي درتي شي باديره دابا تما تجمعي المعونات لا شوفوا ولاد، شوفوا هادو فرنسيين جاو من جهه المغرب وفاتوا فرنسا. ها هو واحد المواطن سمع شنو قال فرنسي. Le Maroc est le pays le plus solidaire du monde. Je pèse mes mots parce que là, suite au séisme, on voit une solidarité au Maroc qui est magnifique à voir, qui fait vraiment chaud au cœur. الناس اللي نقلت لنا الصوره الزوينه ديال المغرب، السيد اش قال؟ قال لك اكثر بلد تضامني مع بعضياته في العالم اللي شفته هو المغرب. صوره زوينه نقلها للمغرب، والو فيديو
ما زادش كيدخل معنا في البوليتيك، وعلاش المغرب وعلاش فرنسا وعلاش الملك ما استقبلش وعلاش الماريك ما باي ما والو. نقر الصورة الجميلة، انت كمغربية وكصحفية ومعروفة في فرنسا، بانت لك شي حاجة خيبة على المغرب؟ نقل الصورة الجميلة، الصورة الزوينة. احنا اليوم مطالبين نقل الصورة الزوينة على البلاد. كاين حرب كبيرة، كاين حرب تضرب لنا سيدي السياحة في المغرب كذلك. إذا اليوم مشاكلنا نناقشها بعضياتنا، نتهزم بعضياتنا، ولكن ملي كنكون يعني متكلم معروف على المستوى العالمي ومخبي في فرنسا ونبدا نتكلم ونشوه المغرب صورة المغرب، هذه غير مقبولة. كذلك ماكرون لقاها فرصة، طلع للمنبر في مجموعة العشرين وبدا كيدوز الميساجات، بدا كيدوز الميساجات، يعني ربما علاش الملك ما جاوبنيش. هنا كتخرج وزيرة الخارجية الفرنسية، لأن عرفوك حلوها مزيان، عرفوا القضية حامضة مزيان. خرجت وزيرة الخارجية الفرنسية وقالت لهم لا، الملك راه كان مشغول في الاجتماع، وراه ديجا راه كان تواصل قبلي مع ماكرون وكذا، يعني بدات كترطب. وقالت لهم المغرب ماشي رفض، وهذا الشيء اللي بغيت نوصل هنا اليوم. ها الكلام اللي قالت هو الكلام اللي غادي نقوله، هو اللي قالت وزارة الداخلية المغربية، المغرب لم يرفض. المغرب توصل ب 60 اقتراح ديال المساعدة على مستوى الإغاثة، فرق الإغاثة والإنقاذ. المغرب ماشي ما عندوش المنقذين، المغرب ماشي ما عندوش الآليات. الإشكالية الخوت اللي كاينة هو الطرقات، الطريق مقطوعة، الخوت الطريق باش توصل ليها مقطوعة. واش المغرب لأن الطريق مقطوعة يعني صافي دار لي ديكا وقال صافي راه الطريق مقطوعة؟ لا، راه خدامين الناس، الناس ليل ونهار ليل ونهار خدامين، الآليات كتحفر في كل مكان، راه الكيلومترات ديال الطرقات اللي مقطوعة الخوت، طرق يعني بزاف كثير كثير داكشي بزاف. نخليكم هذا المقطع باش نوصلوا لكم الصوره، وما نتكلموش غير هكاك، لا كنتكلموا طاب الصور، طاب الصور ماشي غير هكاك، ماشي غير جيبيه وفم وقول. شوفوا معنا بعض الخدمه وغادي تشوفوا معنا حتى بعض التراكسات اللي طاحت عليهم الحجر. الناس كيضحيو، الناس خدامين الليل ونهار كيضحيو مساكن حتى بالاعمار ديالهم. شوفوا معنا الصور. السلام عليكم اخوان، شوفوا يا ربي السلام، هادي الطريق كلها دايره بحالك، كلها شوف الطريق كلها مخسرة. شوف 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 شوف، ما عرفتش كونيكسيون تقعنا ولا لا. شوف شوف شوف، يا ربي السلامة، يا ربي تحفظنا وتحفظ الجميع. شوف 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 على الحجر قداش طايح من الفوق، والله تروحوا على الطريق دابا، نستناهم يسالوا باش نطلعوا ان شاء الله. طيب هادشي سبحان الله. شوف الإخوان، هو هادشي اللي كاين الخوت، المشكل اللي عندنا هو ديال الطرقان. رجال الإغاثة اللي بيجيبوا لنا الدول راه كاينين في المغرب، عندنا المكون اللي بعدنا الحمد لله الدرك، وعندنا الوقاية المدنية، وعندنا الجيش، وعندنا المتطوعين، عندنا الحمد لله القوات المساعده، كل شيء كاين ولله الحمد. للآليات عندنا المروحيات، عندنا التراكسات، كل شيء كاين، المغرب متدرب. ولكن الاشكاليه هو الطرقان، راه حتى جاوا هاد الدول كلها بغا يساعدوا معنا في المغرب، راه من غادي ندوزوا الطرقان؟ من غادي يدوزوا؟ غادي يجلسوا علينا في الاوتيل تما الفاكتورات ديال الماكله وديال المبيت تزاد على المغرب؟ لا، المغرب عنده حاجيات معينه اللي كاين عند الدول ما محتاجينوش، ما نعيطوش عليه. كاين شي حويجات اخرى تقنيه محتاجها المغرب، عطاتها لنا اربعه ديال الدول يحتاجوها ما عندناش، اللي هي فرنسا والانجليز وقطر والامارات، وراهو ما عيطوا لهم. المغرب لم يرفض، المغرب قال لهم اودي ملي غادي نحتاجوكم ونوصلوا عليكم غادي نعيطوا لكم. غتقول لي السباعي والمروحيات شنو كيديروا؟ ها الطريق مسدوده، هي والمروحيات اللي الهليكوبتر فينا، هما الخوت الهليكوبتر راه كاينين، راه كاينين الهليكوبتر ديال الجيش الحمد لله وديال الدرك موجود الخير. الاشكاليه هو اننا كنعرفوا راه كاينين في الجبل، كاين في الجبل. دابا غادي يبدا عليا شي واحد العياش، يا العياش شحال عطاك اخنوش؟ والله الا اتواصلوا مع اي جهه امنيه بالله قسم، الا هذه الامور كنديروها من تلقاي انفسنا ومن التواطنيت وانت مغربي اللي كتحرك فينا. وكنا يعني كنا اكثر
اكثر الناس سواد، كنشوفوا كلشي اسود في هذا الوطن. هزينا الشعارات ديال يسقط النظام، هزيتهم انا اللي كنهضر معاك في واحد المرحله من المراحل ديالي في حياتي. ولكن لا، ما نخليش العاطفه تتحرك عليا، خاصني نغيزوني الامور بعقلانيه. ليكوبتير كاينين، ولكن باش تحط المروحيه في شي بلاصه خاصها منطقه بلا، خاصها منطقه مسطحه فين تحط، خاصها يعني واحد المكان فين تحط، ما كاينش فين تحط. غتقول لي تلوح المساعدات، الخوت راه كتلوح المساعدات، ها هو فيديو ديال المروحيه ديال الجيش الملكي او الجيش القوات المسلحه الملكيه، ها هي كتلوح المساعدات. الناس راه ما مربعينش يديهم، الناس راه كاين اللي خدام ساكن، راه شوف ما نبقاوش نبخسوا العمل، مابقاوش نبخسوا العمل، راه كارثه كبيره والدواور متفرقه وكاين الدوار اللي ما معروفش. حتى المقدم مسكين اللي باع حتى الاخبار راه مات توفى في الدوار، يعني اللي باعت للسلطات يقول لهم راه الدوار ميت مشى. اذا الاخوان شوف هاد الوقيته ماشي ديال اننا نتسبوا مع بعض، يعني خلي داكشي من بعد اخنوش حتى هو خليه من بعد، حريرته حريره هذاك ولكن خليه من بعد. دابا خاصنا نقل المساعدات، الصوره الزوينه ديال البلاد نحافظوا عليها، نواجهوا هذا الاعلام الفرنسي وكذلك الجزائري اللي كيضرب في استغل هذه الازمه باش يتاجر فيها. خاصنا حتى هي حتى هو خصنا يعني نردوا عليه، ما نخليوش الامور تدوز هكذاك. ايوا بالمناسبه الخوت ندوزوا الهوك، الجيران اللي من هوك دابا راه بانت فرنسا الجزائر بجوج، الاعلام الدولي كله ساكت، الاعلام الدولي امريكان قالت لك بنعاونكم، قلنا لها بلاتي الله غير بلاتي سكتوا. مصر مجموعه من الدول غير بلاتي غير بلاتي غاب. اسرائيل غادي يقول لها شي واحد راه اسرائيل الخوت، هذيك منظمه اسرائيليه بعيده على ما هو رسمي، بحال قلتي منظمه شي منظمه ديال الانقاذ، جمعيه منظمه في المغرب مشات كتساعد، ما كتسماش هذاك يعني الدوله ساعدت، لا منظمه معينه. حتى راه واحد المنظمه اخرى فرنسيه راه جات، ماشي فرنسا ماشي الدولة الفرنسية، متطوعين فرنسيين حتى هما جاو للمغرب خدامين في إطار تطوعي، بيناتهم كيقلبوا على الماكلة ديالهم وعلى اللوطيل ديالهم وعلى النوع يتحركون من تلقاء أنفسهم. فعلا كان المراقبة ديال الدولة، ولكن ماشيش الجيش الفرنسي ولا المتدر الوقاية المدنية الفرنسية، لا هذا متطوعين كما جاو متطوعين إسرائيليين، غير باش نفهموا الخوت أشنو كاين. نجيو للجيران اللي من هوك، ولكن ضروري نبداو بالحاجه الزوينه اللي هو المنتخب الجزائري للتيكواندو اللي كان شارك في واحد البطوله هنا في المغرب وداها بصحتو الله يسخر ليه، جاو وداروا واحد يعني ساهموا في الحمله ديال التبرع بالدم، نصفقوا الى هاته المبادره ديال المنتخب الجزائري للتيكواندو. كنشكرهم بزاف وكنشكر جميع الجزائريين اللي كيقولوا كومونتيرات وتعاليق زوينه اللي ما استغلوش هذه الازمه من اجل ضرب المغرب. ولكن كنرجعوا في المقابل وغادي نرد عليه، ما غاديش نخليها تدوز، مجموعه من الاعلاميين الصحفيين في الجزائر ها هو هذا قال لك سيدي المطلوب تدخل اممي مستعجل للتكفل بمنكوب الزلزال، المطلوب تحرك مجلس الامن، المطلوب حمايه الشعب المغربي، المطلوب كيحاول انه يشوه. ما غاديش نبرر ليه انني راكم تبرر عطيتو ليكم، علاش المغرب ما كيقبلش الدول انها تدخل فرق ديال المساعده؟ ها هو كذلك دار رقم هذا الصحفي نفسه اللي هو رئيس تحرير قناه النهار وكذا ولا ما عارف. المهم ها هو نفسه ملي الملك دار داك الحساب البنكي ديال المغاربه كلشي كيقولوا بينا واحد الحساب بنكي اللي غادي في الاخر ديال الحلقه غادي نعطيه ليكم، كلشي المغاربه بغاو هذاك الحساب البنكي باش يساهموا وباش يساعدوا. ملي سميتو قال لك لا الملك بغى يقفلي لي كونط ديالو الحسابات الشخصيه ديالو على ظهر المغاربه، واش هذا خطاب يتقال؟ هذا من صحافي رئيس هيئه تحرير جريده قداش وقناه قداش في الجزائر واش يقول هذه الهضره؟ اذا هذا حرب اعلاميه اخرى جزائريه، ماشي غير تجاه المغرب، راه كاين دابا واحد النكبه اخرى، واحد المشكل المناخي كذلك في ليبيا اللي هو الاعصار اللي وصلوا للفيضانات، بغاو يصفيوا الحسابات ديالهم مع حفتر. ها هو توا هذا نفس الصحفي بدا كيهاجم في حفتر ويستغلوا الفيضانات والاعصار.
اتهامات ليبيا اللي حفتر بسوء اداره مخلفات الاعصار دانيال. هما اتهموا السلطات المغربيه واتهم حفتر اذا استغلال الازمات ديال الشعوب من اجل تصفيه الحسابات، وهذا لا يكون الا في الدوله اللي منهم. انا لا اصدق المساعده ديال الدوله نهائيا. ها هو خبر تلاح اليوم في الصحف الجزائريه ان البوليساريو بدات كتقصف الجيش المغربي في الصحراء اليوم. فشرح ليا، فسر ليا بغيت نفهم كيفاش انت كتقول ليا ها الفراق ديال المساعدات ديالي بنعاونك وفي نفس الوقت كتعطي السلاح للبوليساريو تقول لهم في نفس النهار سيروا ضربوا الجيش المغربي، ضربوا القوات المسلحه الملكيه في نفس النهار، حسب اي حسب التعبير ديالكم في الجرائد ديالكم. ولكن الضربه الخايبه كاع اخوت يعني اللي ما فهمتهاش هو ان التلفزيون الجزائري بعد الاذاعه الجزائريه يصف ضحايا الزلزال وشهداء الزلزال بالهالكين. الهلاك عرفته لمن يسلطه الله، الهلاك يسلطه على اعدائه. ولكن كذلك هي اليوم تصف المغاربه باعضاء الله حينما تقول الهلاك. ايوا ها واحد مقطع اسمعوا مزيان. حالة هلع وذعر شديدة عاشها الشعب المغربي إثر الزلزال العنيف الذي ضرب الليلة الماضية جنوب ووسط المغرب، مخلفا أكثر من 1030 هالكا، مخلفا أكثر من 1030 هالكا، تين هالكا، تين هالكا. يعني هاد الشماتة وهاد الأمور كلها مجموعة من الإخوان العرب عاقوا وفاقوا وعرفوا وداروا فيديوهات. كاينه بزاف ديال الفيديوهات ديال الاخوه العرب اللي تكلموا على الشماتة ديال بعض الجزائريين وخصوصا الاعلام الجزائري. نعطيكم واحد الشونطيون منهم، واحد المثال من الردود ديال الاخوه العرب. الى الشامتين بالشعب المغربي العزيز والحاقدين، انتوا وصف حشرات كثير عليكم، وصف حيوانات ما وصلتولهم اصلا، انتوا نكره. الشعب المغربي حاليا تحت ازمه، عنده ضحايا، عنده جرحى، عنده مصابين، بحاجه لكل مساعده ومسانده. انتوا عم تشمتوا فيهم؟ لك انتفيتوا من الانسانيه، حتى لقب الانسانيه انتوا ما بتستاهلوه. شكرا للاخوه العرب كلهم اللي عبروا عن التضامن ديالهم وكذلك العالمين. قبل ما نخليكم الاخوان، الرقم الحساب اللي حطته الدوله المغربيه من اجل التبرع، يعني الناس اللي بغات التبرع، هو هذا كما كتشوفوا معنا في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال. الرقم هو 001810-0078-3 ديال الزروات 2011-06-203-18. اما التحويل كيكون عن طريق تحويل بنكي عادي او فوري، الدفع نقدا او بواسطه شيك. هذه هي الوقيته اللي خصنا يعني نتعاونوا فيها جميع. خدنا نهاية ديال الحلقة، شكرا جزيلا على الدعم ديالكم، بارطاجيو هذه الحلقة على أوسع نطاق. السلام عليكم ورحمة الله، ونتلاقاو اليوم في العشرة في مباشر إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي.